أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم وأولى برنامجكم أولى حلقات برنامجكم عيادات الألم. يمكن اسم برنامجنا جديد شوية على حضراتكم، لكن هدف برنامجنا هو علاج الألم. ويا ترى إيه هو علاج الألم؟ ده اللي هنعرفه من خلال ضيوفنا اللي بيشرفونا في الاستوديو. هيكون معانا دكتور أسامة يحيى استشاري علاج الألم، أهلا بك يا دكتور. أيضا معانا دكتور أحمد حجاب استشاري علاج الألم والتخدير، أهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور اسامه، هبدا مع حضرتك. يمكن موضوع علاج الالم ده جديد في مصر، وفي ناس كتير ما تعرفش يعني ايه علاج الالم. فيا ريت حضرتك توضح لنا، تقول لنا ايه هو بالظبط علاج الالم. بسم الله الرحمن الرحيم. علاج الالم او عياده علاج الالام ده تخصص دقيق في الطب، هو يعتبر حديث بنسبه معينه في مصر، لحد ما حديث، ولكن هو موجود في العالم كله من فتره طويله. بس سبقونا في كتير يعني بره؟ لا مش كتير ولا حاجه. هو اول مؤتمر دولي اتعمل لدراسه الطب تقريبا سنه 1973، ده يعتبر يعني مش كتير يعني. يعتبر حديث. فهو وبدا في مصر من حوالي 20 25 سنه. تمام. فبالتالي يبقى احنا ما تاخرناش عن العالم كتير فيه. تخصص علاج الالم دون في 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 حد في ناس ممكن تقول هل الالم دوت ليه علاج، او هل في عياده لعلاج الالم مخصوص؟ يعني احنا الناس تعرف كلها ان الالم بيبقى عرض لمرض. دواء صحيح بالنسبه للالم الحاد، يعني الالم الحاد فعلا ده عرض لمرض لوقت معين، اللي هو في بدايه المشكله. يعني عندي مشكله داخل البطن او جرح او كسر في العظم او اي مشكله حديثه بتؤدي الى الم دوت، لازم نشوف له مشكله، نشوف السبب الاساسي للالم دوت ونبدا نعالجه. يبقى هو عرض لمرض بيدلل على حاجه جوه، لكن الالم المزمن ليس عرض لمرض ولكنه مرض في حد ذاته. ده بيبقى ليه فتره معينه أو الالم المزمن بيبدا نقول ان ده الم مزمن لو الالم استمر لمده اكتر من 3 شهور. اكتر من 3 شهور؟ بعد 3 شهور نبدا نقول دوت الم مزمن، وغالبا بيبقى ناتج عن اختلال في وظيفه الاعصاب، الاعصاب الطرفيه او الجهاز العصبي المركزي. يبقى كده الالم المزمن هو الم، هو مرض في حد ذاته، وعشان كده عملوا عياده الالم. يعني ده بيكون اكتر من 3 شهور. اكتر من 3 شهور. تمام. الالم اذا استمر اكتر من 3 شهور يبقى بنسميه الم مزمن، يعني انت بتحتاج تروح لاستشاري علاج الالم. تمام. ويحدد ليك الاتجاه اللي ممكن تتجه فيه، وبيعمل لك الفحوصات والتحاليل اللازمه والاشعاعات، بحيث لو هو المشكله اختلال في الاعصاب او اختلال في وظيفه الاعصاب بيبدا يعالجها هو. لو في سبب تاني ممكن يتعالج عند اي اخصائي او استشاري تاني بيحولك ليه. طيب، واذا قلنا الالم المزمن لو عدى 3 شهور او وصل ل6 شهور بس اختفى، ده بنعتبره في الوقت ده ايه؟ لو اختفى خلاص ما فيش عندي مشكله، المريض ما عندوش مشكله، انما لو استمر بعد الفتره دي يبقى فعلا ده الم مزمن، ويبقى لازم يتوجه لاستشاري علاج الالم. تمام. طب اروح دكتور احمد بقى، امتى المريض يروح عياده الالم؟ المريض يروح عياده الالم عاده احنا لما بنيجي نشخص المرض بنبدا في الاول بالكشف الطبي عليه، للطبيب العادي مش دكتور علاج الالم، يعني بالكشف الطبي عليه، اجراء الفحوصات عشان يطلع سبب الالم اللي عنده. لو طلع في سبب للالم عند المريض المفروض يتوجه للطبيب المسؤول عن هذا الالم، مثلا واحد عنده زايده خلاص دكتور الجراح هيبص عليه. لكن بالنسبه لدكتور علاج الالم بيبدا وظيفته مع علاج الالم زي ما الدكتور اسامه تفضل وقال، ان بعد 3 اشهر انا دلوقتي عملت العمليه او عملت حاجه او خدت ادويه وما استفدتش بهذا، فيبدا اتوجه لدكتور علاج الالم. بدا يظهر ان الالم ساعتها ما بقاش عرض للمرض، لا ده بقى في حد ذاته مرض ومستدعي العلاج. تمام. اسمه مرض الالم. احنا بنتعامل مع المريض ازاي؟ في 4 حالات. اول حاله ان الم انا مش لاقي له سبب، دكتور الاستشاري بيدور على السبب، سواء جراحه سواء عظام سواء مخ وعصب، مش لاقي له سبب، هو في الم بس. يبدا الدكتور علاج الالم يعالج، عشان ده حاجه بنسميها طبيا بالياتيف كير او علاج تخفيفي. تمام. لان انا مش قادر اعالج السبب. يليه مريض معروف الالم بتاعه سببه ايه بس ما فيش تدخل. استاذنك يا دكتور معلش، معانا فاصل ونرجع مره ثانيه. اعزائي المشاهدين، هنروح لفاصل ونرجع لكم مره ثانيه. كلامنا مع دكتور احمد حجاب. اتفضل يا دكتور. زي ما قلت لحضرتك، المريض لما بيجي عياده الالم المفروض الاسباب لما يجي عياده الالم 4 حاجات، يا الا انا الدكاتره قبل كده حاولت تشخص الالم ده سببه ايه
ومعرفناش نوصل للتشخيص فخلاص انا بعالجه علاج تخفيفي، انا مش لاقي السبب، بحاول اسيطر على الالم بتاعه، بتعامل مع الالم ما بتعاملش مع المرض، انا مش لاقي سبب للالم بتاعه. السبب الاخر المريض يجي انه يبقى عنده حاجه متشخصه لكن ما لهاش علاج لحد دلوقتي في الطب، زي ربنا عافينا وعافي المشاهدين امراض الاورام المتقدمه، خلاص هو السرطان تمكن من جسمه، ما عادش فيه اي وسيله للعلاج سواء جراحيه او بالاشعاع الكيماوي او الاشعاعي او كيماوي او كده، فيبدا دكتور علاج الالم يتدخل. المشكله هنا ان المريض بيعاني من الالم، بيعاني من الالم، خلاص انا مش قادر اتعامل مع المشكله، خلاص ابدا اتعامل مع الالم بتاعه. ليت بيشنت ليف ان بيس، يعني يعيش بس في سلام. ثالث حاجه ان مرض معروف له علاج بس هو فعلا خد العلاج للثلاث اشهر اللي الدكتور اسامه تفضل وقال عليهم وبرضه ما فيش نتيجه. مريض كتير يدخل علينا العياده يقول لا انا بقالي ست اشهر باخد علاج وما فيش اي نتيجه، ودكتور المخ والاعصاب بيقول ان هو ملوش تدخل جراحي، التغير الباثولوجي في العمود الفقري مثلا ما يستاهلش تدخل جراحي، يبدا دكتور علاج الالم يتعامل معاه. اخر نوعيه من العيانين اللي بنشوفهم في عيادات الالم ان يكون مريض فعلا العلاج جاب معاه نتيجه بس ليه اعراض جانبيه شديده جدا، زي مثلا العصب الخامس لما يبدا المريض يمشي بقاله 20 سنه و15 سنه على ادويه مثبطه للجهاز العصبي المركزي، يبدا يتاثر الكبد، يبدا المعده تتاثر، فيبدا المريض يقول انا عاوز اعمل عمليه تداخليه لحل الالم في المكان ده بدون ادويه. فدي اربع حالات اللي بنشوفها. اي مريض احنا بننصح اي مريض عنده الم اكتر من 3 اشهر ومش ليه تدخل جراحي او ليه ادويه يبدا يستشير دكتور يستشير دكتور علاج الالم. حضرتك بتحدد له الحاله ويروح لدكتور تاني مثلا هو المختص مثلا. بالظبط كده بالظبط كده. تمام. طب اروح لدكتور اسامه، يمكن اكيد في وسائل حضرتك بتستخدمها في عياده الالم، عايز نعرف ايه هي الوسائل حضرتك بتستخدمها. وسائل العلاج في عياده الالم متعدده وفي منها حاجات حديثه وكل يوم بتظهر وسائل جديده اكثر حداثه وتقنيه احدث، بحيث ان احنا نقلل التدخل في المريض ويحصل اكبر درجه من التحسن. من ضمن الوسائل الحديثه في علاج الالم ان احنا ممكن نعمل حقن بالتردد الحراري او حقن بالاوزون او حقن صفائح دمويه، كلها حاجات بتبقى بنسميها تدخلات محدوده. تدخلات محدوده يعني ما فيش فتح جراحي، احنا بندخل بابره ونعمل كل هذه التدخلات. مفيش ارهاق للمريض او تعب او كده، مفيش اي ارهاق ولا اي حاجه، يعني هو معظم الحالات اللي احنا بنعملها بتبقى بمخدر موضعي ومهدئ بس مع الحاجات اللي الوسائل اللي احنا بنستعملها يعني. تمام. من ضمن وسائل الحديثه في علاج الالم برضه ان هو معظم الالام المزمنه ليها وسائل حديثه دلوقتي في علاج المها. تمام. زي ما قلت لحضرتك تردد حراري، واحيانا بنستعمل حقن الاوزون او حقن بالتبخير، ان احنا نعمل تبخير للغضروف مثلا او نعمل ليزر، ممكن احيانا بنعمل ليزر في بعض الاوقات، وفي حقن كمان يعني لو عندي كسر في الفقرات القطنيه او اي فقره كسر مضغوط ممكن ندخل بابره برضه ونحقن ما يسمى باسمنت العظام اللي هو بيعدل الفقره ويقلل الالم اللي هو موجود مع الفقره دي. دي من ضمن الوسائل الحديثه يعني اللي بنستعملها في علاج الالم. بس ده كله بيحصل بس ما بقاش فيه الم بيحس بيه المريض. تمام. اثناء ما فيش اي الم خالص. هو احنا بندي مخدر موضعي ومهدئ، ما بيبقاش فيه اي الم بيشعر بيه المريض طبعا اثناء الشغل بتاعنا. تمام. طب دكتور احمد حجاب، يعني علاج الالم اكيد فيه تكامل ما بينه وما بين باقي التخصصات الاخرى، عايزين نعرف ايه العلاقه ما بين علاج الالم وباقي التخصصات الاخرى. هو طبيا احنا المفروض تناول الالم بتاع المريض يبقى بابروتش بنسميه مالتي ديسيبلينري ابروتش او تداخل تكاملي، يعني يتكامل فيه كل التخصصات بما فيه الجراحه، دكتور الاورام، دكتور العظام، العلاج الطبيعي، الروماتيزم، علاج الالام، سبورت ميديسن، الطب الرياضي، ده كله بي 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 بيتعاون بحيث ان هو يخرج في الاخر المريض واخد الرعايه كامله. احنا عاده في ثلاث انواع او اساليب للعلاج عامه غير علاج الالم، في علاج وقائي اللي احنا بنقول للمريض امتنع من شيء بحيث ان انا زي مثلا ياخد اسبرين عشان يمنع الازمات القلبيه، حاول تقلل وزنك شويه عشان ما تعملش حمل على المفاصل بتاعتك او الغضروف بتاعتك، ناحيه وقائيه. ده واحد ناحيه وقائيه. في علاج سببي ان انا بشخص السبب، في الم ليه سبب زي مثلا زايده، المريض بيحس بالام في اسفل البطن
لما يتعملوا فحوصات نبدا ندور على السبب ده زي ده يبدا يتدخل دكتور الجراح. امتى يا دكتور العلاج الالم يتدخل او يبقى العلاج تكاملي؟ ان هو بعد ما عمل العمليه المسببه ده ستيل في الم في نفس المنطقه دي بعد ما خلصنا المشكله الموجوده، وده ثالث نوع من انواع العلاج اسمه العلاج البالياتيف ثيرابي او العلاج التخفيفي. ان انا في مريض عنده الام عدت الثلاث اشهر وخلاص انا مش قادر اتعامل مع السبب بتاعها او السبب بتاعها مش ظاهر او العمليه ممكن مش جابه النتيجه المرجوه، يبدا دكتور علاج الالم. ففي علاقه تكامليه بينه وبين دكاتره العظام، يعني بينه وبين الدكاتره عموما. يعني مثال، كان في عيانه عندي جت عندها الام في الكتف، بمنظره الاشعه والكشف الطبي وجد انه في عضله فيها قطع صغير. هي المفروض ان احنا علاج الالم بيساعد، ودكتور العظام لو عمل منظار بيساعد في القصه دي، فاحنا بنحولها دكتور العظام ياخد رايه الطبي فيها. بس استاذنك دكتور احمد، معلش هقطعك مره ثانيه، في معانا فاصل. اعزائي المشاهدين هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع لكم مره اخرى. زي ما قلت لسعادتك ان في تكامل بيننا وبين التخصصات الثانيه، وانا بقول مثال على التكامل ده، ان في حاله فعلا انا شفتها فيها الام في الكتف، واتضح من الاشعه ومن الكشف الطبي ان في قطع في عضله معينه. انا المفروض ان هو طبيا ان هي تروح لدكتور العظام يبدا يشوف هل محتاجه تدخل جراحي ولا لا، وعلى اساس هذا نساعد بعض ان في الاخر يوصل للعيان اعلى رعايه طبيه. لازم هو يعالج العظام نفسه، لازم يعالج القطع الاول جراحيا، بس هو اللي يقول رايه، هو اللي يقول رايه جراحي هل تستدعي هذا او لا. وفي الاخر احنا بتكامل معاه ان انا بنعمل علاج الم عشان العيان يقدر يعمل علاج طبيعي بعد العمليه دي، او نبدا بعلاج الالم من الاول، ممكن نبدا بحقن الاول المواد زي البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه عشان تلقم، بس ناخد راي الطبي الاول بحيث ان هو العيان ما يفوتوش اي فايده من اي تخصص. بالظبط، يعني درجات. بالظبط بالظبط. طيب دكتور اسامه، يمكن حضرتك قلت لي ان علاج الالام بيعالج الالام المزمنه. طب عايزين نعرف بالظبط ايه هي بقى الالام المزمنه او ايه انواعها؟ مظبوط. هو عشان الصوره تبقى واضحه بالنسبه للمشاهدين، هنحدد اشهر الالام المزمنه اللي هي بتيجي عندنا في العياده. لو بدأنا من فوق لتحت من الراس للرجلين، بنقول أول حاجة العصب الخامس، ده مثال مشهور جدا للألم المزمن اللي بيجي عندنا عيادة الألم، وليه حقن بالتردد الحراري مبدئيا، ده بيحسنه بنسبة كويسة جدا. الحاجة الثانية آلام الرقبة وآلام الظهر، آلام أسفل الظهر وآلام منتصف الظهر، الأمثلة دي كمان بتيجي عندنا في عيادة الألم، وآلام عرق النساء، الآلام المزمنة في المفاصل كلها، الآلام الناتجة عن قصور الدورة الدموية للأطراف، وكمان الالام اللي هي بتحصل مع الشوكه العظميه، الالام اللي بتحصل في جميع المفاصل. كل دي لما بتوصل للمرحله المزمنه والاستشاري بتاع العظام او المخ واعصاب شايفك ومفيش اي تحسن جديد، بيبدا يحولك علينا. اول المريض بيجي من نفسه بنعمل فحوصات جديده ونعمل اشعاعات ونشخص الحاله كويس ونبدا معاها الطريقه المناسبه في العلاج. الالم المزمن ده زي ما بقول لحضرتك هو بيمثل اللي بيتعدى 3 شهور، زي ما قلنا قبل كده، زي ما قلنا اللي بيتعدى 3 شهور. الألم المزمن بيمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للفرد والمجتمع. بالنسبة للفرد هو بيحد من حركتك ونشاطك في أي وقت وفي أي مكان، يعني داخل البيت أو خارج البيت، فهيقل الحركة والنشاط، والألم نفسه بيؤدي إلى اضطرابات نفسية كبيرة، وقد تتراوح ما بين قلق وتوتر، وأحيانا توصل لاكتئاب، وأحيانا كمان بيوصل للعيان لرغبة في الانتحار من شدة الألم. شدة الألم ومحدش قادر يسيطر على الألم دوت، واللي حواليه ممكن يكونوا مش مقدرين كمية الألم اللي هو فيها، لأن هو الشخص يبدو أن هو طبيعيا خالص، بس في ألم رهيب موجود عنده ومحدش حاسس بيه. فهي معاناة فعلا يا دكتور، فهي بتبقى معاناة كبيرة. وكمان بيمثل مشكلة على الاقتصاد كمان، يعني بيبقى دخل الفرد بيقل طبعا، لأن مفيش شغل، في مشاكل أسرية وعائلية ومشاكل في المجتمع، وكمان دخل القومي بيقل بالنسبه لو هو طبعا المصنع اللي هو فيه، لما تزيد نسبه الغياب، يعني لقوا ان نسبه الغياب في الولايات المتحده اكتر نسبه غياب نتيجه الام الظهر. اكيد ما هشتغل ازاي؟ مش قادر. فالمريض دوت لو يعني حددت له من الالم، انت ممكن مش هتريح الالم بنسبه 100%. تمام. يعني ده وارد في علاج الالم المزمن. الالم المزمن زي ما قلنا مرض، مرض ده زي الضغط، الضغط بيقعد ممكن طول عمره ياخد علاج. فالمريض اللي جاي لك في علاج الالم المزمن ده، المفترض برضه ان هو يكون عنده
كونسبت ان هو يقول الحمد لله، او يعني يبقى فيه يعني مقدره على الصبر على الالم. مش بقول ان هو هيتحمل العذاب، لا، هو هيتحمل الفترات اللي بين العلاج وبعضيها، سواء كان العلاج دون بالاقراص او بالحقن. ففي فترات بيبقى فيه الالم بيزيد شويه، فلازم المريض طبعا يبقى عارف انه بيتحمل، وان ده بياخد عليه يعني ربنا بيجازيه عنه خير ان شاء الله مع العلاج، على ما العلاج يبدا يشتغل ويجيب مفعول كويس يخليه يبدا يزود شغله ويتحسن الدخل بتاعه وتقل المشاكل اللي موجوده عنده. اكيد تمام. طب ده يخليني دكتور احمد ده يعني عايز اعرف ايه هي اهم الحالات اللي بتقابلك في العياده؟ يعني اكيد في حالات مهمه جدا او حالات صعبه جدا بتيجي عند حضرتك وبتبقى متكرره عندك يوميا تقريبا. تمام. زي ما دكتور اسامه تفضل ان احنا بنشوف الام عن طريق الجسم كله، منها مثلا الام الاورام المتقدمه، في الام زي الصداع بكل انواع، الصداع التوتري او الصداع النصفي او صداع العصب الخامس، الام الرقبه، الام المفاصل، دي حاجات بنشوفها متكرره عندنا موجوده في العياده. لكن اكتر حاجه بنشوفها زي ما الدكتور اسامه تفضل الام اسفل الظهر، دي اكتر حاجه موجوده، وبالذات في الفتره العمريه ما بين ال 30 وال 45 الفترات الكبيره الكبار سنا بيبقوا الام الاورام بيبقى فيها اكتر شويه. اكيد طبعا. فدي الحاجات اللي احنا بنشوفها عامه في عياده الالم. وزي ما قلت ساعتك احنا بنشتغل في تكامل مع التخصصات الاخرى. عاده زي ما قلت حضرتك اول ما بداوا يشتغلوا علاج الم زي ما الدكتور اسامه تفضل 1973 كان علاج الالم منحصر في العلاج البالياتيف او العلاج التخفيفي فقط، ان انا ادخل على عصب واخدره خلاص العيان ما عادش حاسس بالم. دلوقتي بقى مع التطور والاجهزه الموجوده كتير بقى كمان بنخش على الشغل على الاسباب كمان، بس زي مثلا ان احنا ممكن نحقن هو سبب الالم نفسه، سبب الالم نفسه بس مش زي الجراحات طبعا، لان الجراحه بيدخل بيشيل او بيعمل حاجه، احنا بحقن برضه بنبدا نتعامل مع السبب، زي مثلا حقن الغضروف بماده الاوزون، ده بتساعد في التئام الام الغضروف، زي حقن البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه بتحسن التئام وتكوين الانسجه. فده بدانا نحط ايدينا على الاسباب بس في تكامل مع التخصصات الاخرى. فزي ما قلت لحضرتك هم الطب بدا بالبريفنتيف كير او الطب الوقائي، يلي الطب السببي، يلي الطب التخفيفي اللي هو اول ما بدا علاج الالم بدا بيه، بعد كده بدانا ندخل برضو على الاسباب في حدود شغلنا. تمام. طيب دكتور اسامه، هل في وسائل حديثة في علاج الألم؟ في وسائل حديثة زي ما قلت لحضرتك، يعني كل يوم بتظهر وسائل جديدة في علاج الألم، وزي ما قال الدكتور أحمد احنا بدأنا ندخل كمان على علاج اللي هو ما يسمى سبب الألم. هو الموضوع يعني مش بيبقى فيه سبب واضح، بس ما يسمى سبب الألم. لو في سبب واضح ومؤثر على حركة المريض ممكن يكون ليه حل جراحي، وبنحوله طبعا المريض للجراحة. إنما لو مش في سبب واضح بس المريض عنده ألم شديد، في حلول كتيره قوي للالم الشديد دهوت، وكل يوم بيظهر حاجات جديده. يعني على سبيل المثال احنا زي ما قلت لحضرتك انضغاط الفقره القطنيه، انضغاط كسر مضغوط، يعني ده كسر مضاعف، ومريض عاده بيبقى سنه كبير وعنده هشاشه في العظام، فصعب انه يعمل عمليات جراحيه كبيره. اكيد طبعا. بندخل بابره تحقن له اسمنت العظام في الفقره دي، تفرد الفقره، يقل الالم. وما عملتش انت دخلت بابره، لا مفيش اي مشكله ان انت ممكن تعمل اعراض جانبيه للمريض او كده، الحاجه منها نفسها ما بيعانيش بيها، ما بيحسش بحاجه، ما بيعانيش من اي مشاكل، ولا في وارد ان يحصل اعراض جانبيه، يعني ما فيش وارد نسبه اي اعراض جانبيه ذات اهميه، ما فيش نسبه لكده. الحاجات الجديده برضو من ضمنها ان احنا بنعمل حقن بالتجميد، يعني زي حلق الحزام الناري. الحزام الناري ده ياخد يعني الالم ممكن يستمر لسنوات والعيان ما يرتاحش منه، وياخد كميه علاجات رهيبه ممكن تؤدي الى مشاكل في الكلى ومشاكل في الكبد، تعمل اعراض جانبيه. ده ليه الحقن بالتبريد دوت. بنعمل الحقن بالتبريد، بندخل على العصب برضو بكابل بتاع التجميد، نجمد العصب، يروح الالم ينتهي خالص. وانت وظيفه المهم في الالم ان هو ينتهي، بحيث لو بيقلل اثاره الجهاز العصبي المركزي فيبدا ينسى الالم ده خلاص وتنتهي القضيه. ومفيش برضو اضرار جانبيه، انت ده عاده بتخش على عصب حسي وليس عصب حركي. العصب الحركي لما تشتغل عليه ممكن يأثر على الحركة بتاعت المريض، إنما العصب الحسي مش هيعمل مشكلة، أنت هتريح الألم بتاعه خلاص. بالنسبة كمان للعمليات بتاعت الغضروف، في حقن كتير، في يعني أنواع كتيرة قوي من الحقن في الغضروف. الحقن في الغضروف ده في أوقات كتيرة بيغني المريض عن عملية جراحية، بالذات لما يكون الغضروف نسبته صغيرة
ومش عامل ضغط كبير قوي على العصب، يعني التهاب العصب وعرق النسا اللي موجود دوت نتيجه المواد الملتهبه اللي خارجه من النواه بتاعه الغضروف. تمام. فانت بتحقن فيها مواد زي الاوزون او بتعمل تبخير للغضروف دوت او بنعمل شفط للغضروف، كل ده برضو عن طريق ابره، ما فتحناش احنا بمشرط خالص، يعني ممكن نعمل شفط للغضروف ده بعيد عن الجراحه وكمان بعيد عن الجراحه. انما لو غضروف كبير طبعا ما هو لازم له جراحه. يعني بيبقى التعاون زي ما قلنا في تعاون في العياده، عياده الالم المفروض في العالم كله بيبقى جميع التخصصات اللي قلنا عليها، مخ واعصاب، علاج الم، عظام، طب طبيعي، ابر صينيه، طبيب نفسي عشان لما قلنا المشاكل النفسيه، كل دول بيستشيرهم الناحيه النفسيه اكيد لها دور. تمام. كل دول بيحددهم في الاخر ايه اللي هيتعمل للمريض، وكل واحد ليه دور فيهم. زي ما قلنا برضو يبقى ده الالم المزمن مرض، وبالتالي كل التخصصات دي بتشترك في علاجه. عمليه تكامل فعلا. تمام. طيب يمكن احنا عشان حلقتنا قربت تخلص، فعايزين عايز اخد منك يا دكتور احمد ايه هي النصائح اللي تقدر تقدمها سواء للمريض او لغير مريض؟ الوقاية كمان. بالنسبة للنصائح العامة عشان تفادي علاج الألم، عادة بنقول المريض بالنسبة لأكثر ألم بنشوفه زي ألام الظهر، بنقول المريض اللي فيه درجة من درجات السمنة بسيطة أو متوسطة أو شديدة يبدأ يعمل رجيم. لو المريض اللي ما بيمارسش رياضة يبدأ يمارس رياضة، بس مش رياضة عنيفة، رياضة تبقى بسيطة، الجري أو المشي نص ساعة يوميا دي مفيدة جدا. يبدأ يهتم بالأكل الصحي زي الحاجات اللي فيها فيتامينز وفيها مينرالز، السلطة، الفواكه بأنواعها، النوم الصحي، عدم الإرهاق في العمل بطريقة مبالغ فيها بحيث ان هو ده لود حمل عليه وعلى الأسرة. تاني حاجة لما يبدأ المريض يبدأ يحس ببداية شكوى يبدأ يدور على السبب. احنا عندنا ناس كتير نفاجئ بيها في العيادة يقولها انا عندي الألم ده بقاله 20 سنة، انت كنت فين من 20 سنة فاتت؟ بحيث ان احنا بنتعامل مع المشكلة بعد ما تفاقمت وبقت مشكله كبيره جدا، بدل ما هي مشكله في غضروف صغير او في مفصل صغير، بنلاقي الموضوع كبير جدا، يقول لك ضهري كله مش قادر احدد الاماكن فالفكره كلها ان المشكله دكتور برضه المريض هو ما يعرفش هو عنده ايه. مفهوم، بس هو الشعب المصري بيتحامل على نفسه، يعني يقول انا 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 كويس، انا هاخد مسكن بس وهبقى كويس. ما فيهاش مشكله ان انا ابدا يعني اشوف سبب الالم ده ايه واطمن. طلع الامور بسيطه وهاخد المسكن ده خلاص، طلع الامور فيها حاجه محتاجه تدخل او محتاجه بس نصيحه، في حاجات بتبقى بسيطه جدا تقول له خس العب رياضه خلاص المشكله اتحلت. في بعض الحاجات لا، ده احنا عاوزين ناخد حاجات اقوى، واخد بال حضرتك؟ فهي الفكره كده، ان انا المريض يبدا ياخد موضوع الالم ده باهتمام، لانه في حاجات بنقابلها بنلاقي يعني حاجه متفاقمه، بنلاقي مشكله كبيره نبدا نعالج فيها. اقول له الالم بتاعك زي ما قعد 20 سنه هياخد فتره طويله، مش هنقول زيها، هياخد فتره طويله قبل ما يروح مهما تدخل. يعني للاسف حلقتنا خلصت، احنا بصراحه يعني نفسي نقعد معاكم كتير وناخد معلومات كمان، لكن اكيد معانا حلقات جايه كتير ان شاء الله. في نهايه الحلقه بشكر دكتور اسامه، دكتور اسامه يحيى استشاري علاج الالم، شكرا دكتور. ايضا بشكر دكتور احمد حجاب استشاري علاج الالم والتخدير. شكرا. اعزائي المشاهدين شكرا لكم، وان شاء الله نلتقي معاكم الخميس بعد القادم في الساعه 6 مساء. شكرا لكم والى اللقاء.